غادي نوريكم جدول الضرب تيتحسب قدام الملا يعني في المدرسه عامه، ولكن جدول الضرب تيتقرا بصوت عالي وكلشي كيسمعوا وما غيكون حتى شي خطا، يعني واحد التجربه اللي في شكل حنا جدول الضرب ما كتهضرش كتاكل 20 كيلو وكيحفظوه انديفيديوال، هنا كيحفظوه جماعه يعني ما كاينش الغلط، كلشي كيحفظ جدول الضرب، الارقام تتحسب في السماء. المهم انا نوريكم كيفاش، تفرجوا خليكم تفرجوا وعاد ديك الساعه تردوا عليا، ما تنساوش قبل ما تفرجوا تخليو كومونتير يكون كيموتيفي يكون زوين كيشجعنا باش نكملوا، جيم لايك ما تنساوش سبسكرايب ديروا متابعه وفعلوا داك الجرس ديروا توت ولا اول ولا الكل، خليكم تفرجوا. Thank you.
طويل اه يا جماعه. الطعام الطعام 1 2 3 4 نعمل ده يا جماعه.